هذا من عبد العزيز الشلالي يا كابتن احمد، يقول عندي سؤال لاحمد عطيف واتمنى يجاوب بدون اجابه دبلوماسيه. عبد الحارس عبد الله المعيوف، من يشبه بالحراسه الاسطور محمد الدعيع او الاسطور علي الحبسي؟ شوف الاثنين، لا الاثنين موجودين للامانه، كلهم حراس عظيم، لكن يمكن انا اشوف بصراحه، اشوف لا يزعل مني علي، انا اشوف ابو عبد العزيز الرقم واحد في الحراسه على المستوى. انت رقم واحد؟ لا لا ما جد ما لكن لحظه حتى علي الحراسه لحظه ترقصون بعض واضحه متفقين انتم؟ لا علي من الحراس واللي لاعب له ما شاء الله 8 سنوات في الدوري الانجليزي. نسيت تاريخك. انا ما اقلل من علي، وقلت من اساطير حراس على المستوى العرب. لكن قصد احمد انه اداء المعيوف قريب لمحمد الدعية ولو قريب لعلي. يعني علي اعتقد انه بالدوري الانجليزي، وتعرف الدوري الانجليزي يختلف عن الدوري السعودي، صحيح، سواء في اي مركز يعني اعرف علي يمكن افهم بالشيء هذا. ولكن المعيوف قاعد معي 8 سنوات او 7 سنوات، نفس الطريقه اللي العب به قاعد يلعب به. يعني ما استاذه انت؟ لا ماني استاذ، احنا سوا، احنا يمكن اكبر منه بكم سنه. المعيوف لعب مع الاثنين على فكره. اي صحيح، لعب مع الاثنين. صحيح لعب مع علي بعد برضه. من استفاد من مين اكثر؟ الحين حط السؤال بينهم، هذا حطه للجمهور. لا 8 سنوات معي، يعني 8 سنوات اعتقد انه والله محظوظ الكابتن عبد الله ان تكون بين، اخذت لك فتره مع الكابتن محمد وفتره مع الكابتن علي، والاداء اللي تقدمه بصراحه والله فخورون فيك مع الضغوط اللي مرت فيه في السنوات الماضيه. الا انه كنا فخورين كابتن، اي فخورين فيه، الا انه ما شاء الله محقق اشياء.